الرحيم، انا النهارده هبدا معاكم اول سيكشن من الميكروبيولوجي، ماده الميكروبيولوجي. طيب السيكشن بتاعنا هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم في البدايه كده انا هدخل معمل الميكروبيولوجي، فاكيد هو بيختلف عن باقي المعامل ان له رولز خاصه بيه للامان او للحمايه ليا وللناس المحيطه، اللي هي ايه؟ هتبقى مايكروبيولوجي لابوراتوري سيفتي رولز. دي اول جزء من السيكشن بتاعي. بعد كده الجزء الثاني ان انا هاخد ازاي اعمل ستينينج للسمير. طيب ابدا في اول جزء الرولز، هنا هي موجوده هنا في الداتا عباره عن سلايد واحده، انما في الكتاب عندنا رولز اكتر من كده، فاحنا نمشي على الكتاب اللي احنا طالبين. طيب ايه اول رولز معانا في انا داخل معمل الميكروبيولوجي؟ ايه الرولز اللي هتبع؟ اول حاجه الكلوزز بتاعتي او الماتيريالز بتاعتي ان انا بستخدمها مع الناس العادي او الكلوزز العاديه بتاعتي، انا مينفعش ادخل بيها المعمل ده، يبقى لازم الحاجات دي تفضل بعيده عن المعمل. طيب انا ادخل معمل ازاي؟ لازم لما ادخل المعمل البس اللاب كوت البالتو، فعشان ادخل المعمل بدون البالتو. طيب والبالتو ده هل استخدمه في اي حته؟ لا، البالتو ما يستخدمش غير في المعمل بس، يبقى البس البالتو المعمل، والبالتو ده ما ينفعش اروح بيه حته ثانيه غير المعمل، هو يستخدم في المعمل وانا خارج اقلع. طيب انا خلاص لبست البالتو هبدا اشتغل، هشتغل على ترابيزه طبعا. طيب الترابيزه دي هشتغل عليها كده؟ لا، لازم انضفها قبل ما اشتغل وبعد ما اشتغل، بنضفها disinfectant solutions، هناخدها في سيكشن فيما بعد السوليوشنز دي، بس معنينا ان انا لازم هنضف الترابيزه قبل ما اشتغل عليها. طيب انا نضفت الترابيزه، هشتغل بقى بايديا، هل ايدي هشتغل بقى كده عادي؟ لا، لازم اعمل ووشنج الايديا قبل ما اشتغل، لازم انضف ايدي برده قبل الشغل وكمان بعد الشغل لازم برده انضف ايدي. طيب انا خلاص نضفت ايديا وبدات اشتغل بقى وبعمل كلشر وسمير وكل حاجه. طيب اكيد وانا بستخدم في حاجات حصل لها كونتامينيشن، حاجات اتلوثت. طب دي هتصرف معايا ازاي؟ اسيبها عادي كده؟ طبعا لا، دي حاجات خطيره جدا. طيب اتصرف معايا بقى ازاي؟ المواد اللي هي مش هستخدمها تاني، الايتم كونتامينيتد اللي مش هستخدمها اللي انا عامل لها ديسبوزد دي هحطها في كونتينر اسمه بايو هازارد كونتينر. ايه الكونتينر ده؟ ده زي سالة زبالة خاصة بمعمل الميكروبيولوجي دي، مش اكتر ولا اقل. طيب في حاجات انا هستخدمها تاني زي اللوب مثلا اللي انا بشيل بيه، الماسك اللي انا بشيل بيه اكيد مش همسك مرة وارميه، هعمل بيه ايه؟ هعمل اتصرف فيه ازاي؟ هو حصل كونتامينيشن من البكتيريا اللي انا بشتغل عليها دي، دوت المواد اللي زي ديت هبدا احطها في الاوتو كلافنج عشان يحصل لها ديس انفكشن، ده برضه من انواع ديس انفكشن، واطلعها تاني استخدمها من اول جديد. طيب بعد كده انا اشتغلت وعرفت ازاي اتصرف مع المواد اللي عامل لها كونتامينيشن. طيب انا طبيعي ان انا في المعمل هشتغل مع بكتيريا اغلبها هتبقى باثوجينيك بالنسبه ليا، طيب لازم في بريكوشنز انا اخدها. يعني ايه البريكوشنز دي؟ يعني نو ايتينج نو درينكينج نو سموكينج ديورينج او في المعمل، يعني ده طبعا ايه؟ ده حمايه ليا، ما فيش اكل ما فيش شرب ما فيش تدخين وما فيش حتى الماوس بيبيتنج اللي هي برضو حاجه زي السجاير كده اللي بتتحط في البق دي. طيب انا لو دكتوره وداخله المعمل بشعري وشعري طويل برضو ما ينفعش ادخل بيه طويل، لازم اربطه. طيب بعد كده بعد كده انا كطالب وانا داخل المعمل لازم قبل ما ادخل يكونوا قايلين لي فين مكان السيفتي اكويبمنت ان ذا لاب. يعني ايه؟ يعني انا وانا داخل مينفعش ادخل كده واقف مش عارف حاجه، لازم اهم حاجه قبل ما ادخل المعمل يكونوا معرفيني فين اماكن السيفتي اكويبمنت اللي هي زي ايه؟ زي مثلا طفايه الحريق، برضو ده تحرسا لو حصل اي حاجه ابقى انا عارف هتصرف ازاي. طيب بعد كده برضو في عندنا تامن حاجه الميكروسكوب وبعض الادوات، مثلا الدكتور بتاعي هيظبط لي الميكروسكوب على حاجه معينه، انا شرط عليا ما احركش الحاجات دي اثبتها زي ما هي، عشان احنا بنعاني في بعد كده في السكاشن ان الدكاتره يظبطوا لنا الشريحه وهنبدا نبص بقى بعض زمايلنا الكرام، يعني مش عارفه اقول ايه، ربنا يهديهم، يلعبوا في الشريحه ويضيعوا لنا الصوره اللي هنشوفها وبنتبهدل وممكن السكشن ده علينا وما نشوفش حاجه لان هما لعبوا فيها. فاهم حاجه؟ انا الدكتور ظبط لي الشريحه على حاجه اثبتها على كده ما المسهاش اشوفه خلاص. طيب بعد كده في القاعده اللي
10 بقى ان انا دلوقتي بشتغل على culture. طيب الكالتشر دي هل هتبقى في اي حته؟ الكالتشر ديت لان هي خطيره ما ينفعش تخرج بره اللاب، بره المعمل. وكمان انا كدكتور شغال في المعمل، هل اي حد يجي يزورني ادخله اقعده في المعمل يلا نشرب شاي وكده؟ طبعا لا، الفيستور not allowed to in the lab، ما ينفعش يخشوا المعمل، اي اخرج لهم بره واكلمهم زي ما هم عايزين. طيب بالنسبه للشبابيك والبيبان اسيبهم مفتوحين عادي؟ طبعا لا، لازم يكونوا مقفولين طول الوقت، دوت حماية ليا وللبيئة المحيطة اللي بره، عشان انا بشتغل مع حاجات باثوجينيك ما لوثش الهوا اللي طالع. تمام. طيب اخر حاجة بقى ليا برضو كاستيودنت، انا عشان احصل على بيست لاب اكسبيرينس يعني خبرة، احسن خبرة من المعمل، لازم اقرا القواعد دي قبل ما ادخل المعمل. ما اكتبش كتير، اكتب بس عند الضروره. ليه؟ علشان ابقى مركز مع الدكتور بتاعي يقول لي ايه، وبعد كده هبدا الشغل. يعني ما افضلش اكتب وما ركزش الدكتور بيقول ايه وانا نفسي مش عارفه اشتغل. دي بقى كانت القواعد اللي هحتاجها او المفروض اعرفها قبل ما ادخل معمل الميكروبيولوجي، او دي القواعد المفروض اي كليه بتمشي عليها، او الكليات اللي بتشغل معامل عندهم بيمشوا عليها. يعني واحنا دينا بنعرفها، يمكن لعل وعسى ايه ربنا يكرمنا ونشتغل بيها. بعد كده هخش للسكشن او الجزء الثاني من السكشن بتاعي، وهو الستيننج. ازاي اعمل ستيننج للسمير؟ يعني زي اعمل سلايد ستين. طيب انا هعمل ستيننج. طب اعمل ستيننج لازم قبل ما اعمل ستيننج لازم اعمل سلايد، اصلا لازم اعمل سمير. السمير دي اللي اسمها مسح البكتيريا بالعربي. طيب هبدا اعمل سمير ازاي؟ السمير دي عشان اعمل المسحه دي انا هعملها من حاجتين، يا اما اني اعملها من ليكويد ميديا يا اما اعملها من سوليد ميديا. في البدايه بس السمير دي مش موجوده عندنا في الكتاب، بس هي موجوده في الداتا، فهقولها للمعرفه مش اكتر. طيب اول حاجه انا بعملها من ليكويد ميديا. هعملها ازاي؟ انا بستخدم اللوب. ايه هو اللوب دوت؟ هو الاداه دي، ده اللوب. طيب ببدا اخد اللوب دوت واحطه في الليكويد ميديا دي واطلعه تاني، هيطلع هنلاقي في الدوريه الصغنطوطه بتاعته دي في زي قطره من الليكويد دي. ببدا افردها على السلايد او الشريحه اللي قدامي وبعمل لها فيكسيشن، ان هو انا بثبتها ازاي؟ هلاقي هنا ثبتها على النار، على الدراي فاير او النار. ببدا ايه اعمل فيكسيشن للسمير ديت بالنار. طب حد يقول لي النار دي ايه؟ ده النار ده هتقتل البكتيريا، ما النار بتس انفكتنت. طيب ما تقتل البكتيريا، انا استفيد، انا ماليش دعوه، ما تقتلها، ده مصلحتي انا. كل اللي محتاجه من السمير دي ان انا اشوف البكتيريا كشكل، انا مش محتاجها عايشه او ميته، في الحالتين مش هتاثر، انا عايز اعرف شكلها عامل ازاي. فكانت عايشه كانت ميته، الموضوع مش هيبقى مشكله بالنسبه لي. طيب هبدا اخدها من السوليد ميديا. ازاي اخدها من السوليد ميديا؟ طيب السوليد ميديا طبعا مش عارفه افردها لان هي حاجه صلبه. طيب هعمل ايه في البدايه؟ اخد اللوب دوت. طبعا اللوب ما ينفعش انقله بين الميديا والميديا كده عادي، يعني ما ينفعش اخده من ليكويد ميديا احطه في ميديا تاني، لازم اعقمه قبل ما استخدمه، قبل ما اشيله من هنا احطه في حته تاني. تمام. اعقمه برضو بالدراي بالنار الجافه اللي هي النار دي اعقمه بيها، احط اللوب فيها شويه لحد ما يتعقم. بعد كده هبدا احط اللوب في زي توب كده فيها ميه، احط اللوب في ميه، اللوب هيطلع لي بدروب من الووتر. هبدا افرز الووتر دي على السلايد وهاخد اللوب هنقله بقى في السوليد، هاخد هشيل بيه السوليد ميديا واحطها على القطره اللي حطيتها على السلايد دي واخلطهم ببعض، وبرضه هرجع اعمل تاني فيكسيشن بالدراي هوت دي او بالدراي بالنار الجافه دي. وخلاص كده انا كده يعتبر عملت بريبيرنج للسمير، كده انا جهزت السمير اللي هشتغل او هبدا اعمل عليها ستيننج. طيب بعد كده انا هبدا ستيننج. طيب الستيننج دي كلها واحده؟ لا، في انواع من الستيننج. طيب اعرف ايه هي انواع الستيننج؟ الستيننج دول ثلاثه تايبس. اول حاجه في سيمبل ستيننج، وفي ديفرنشيتد ستيننج، ديفرنشال ستيننج، وفي سبيشال ستين. اول حاجه معايا هي سيمبل ستين. من اسمها هي سيمبل. سيمبل ازاي؟ يعني سيمبل انا ما بستخدمش فيها غير وان داي، صبغه واحده، والبكتيريا كمان كلها بتاخد لون واحد بلا استثناء.
يعني جبت اي نوع من البكتيريا حطيتها في الصبغه دي او في الليستين في الداي دي، هتطلع لي لون واحد، ما بستخدمش غير صبغه واحده، هو ماده واحده اللي بستخدم، عشان كده هي اسمها سيمبل استين. طيب زي ايه سيمبل استين؟ زي الميثايل بلو، الميثيلين بلو، والديليوتد كاربون فيوشيسين. ايه هما؟ ميثيلين بلو وديليوتد كاربون فيوشيسين. يبقى دي ايه؟ ديت السيمبل استين. عذرا، هي اسمها ديليوتد كاربون فيوسين. طيب انا استخدم السيمبل استين دي ليه؟ لازمتها ايه؟ انا محتاج بيها اشوف الشيب والارجمنت بتاع الاورجانيزم، يعني اشوف شكله وترتيب الاورجانيزم، عشان كده مش هتفرق معايا الاورجانيزم كلها خدت لون واحد او ما خدتش لون واحد. فدي انا استخدم السيمبل استين عشان اعرف الشيب والارنجمنت اوف ذا اورجانيزم. طيب بعد كده تاني نوع من الاستين اسمها differential stain، من اسمها استين مميزة او مفرقة. يعني ايه معناها؟ ان في مجموعة من البكتيريا بتاخد لون ومجموعة تانية تاخد لون تاني، مش كل البكتيريا فيها هتاخد نفس اللون. طيب هي الاستين دي عبارة عن ايه؟ الاستين دي عبارة عن اكتر من داي، يعني هي عبارة عن more than one dye. وبنبدأ نعمل يعني نعمل application الستين دي في several step مش step واحدة. يبقى هي differential stain، اشهرهم طبعا الجرام ستين، واللي كلنا طبعا معظمنا نعرفهم، يعني احنا نعرفش البكتيريا اما ثالبة الجرام او موجبة الجرام، فهي دي الجرام، هي تسمت كده على اسم الستين دي اللي هي الجرام ستين. الجرام ستين دي differential stain. طيب هي differential ليه؟ من يعني هي كده، لان هي بتقسم البكتيريا لتو لارج جروب، يا اما جرام نيجاتيف يا اما جرام بوزيتيف. طيب الجرام نيجاتيف هتاخد معاها لون ايه؟ هتاخد معاها لون بينك، والجرام بوزيتيف هتاخد معاها لون فايولت او ازرق نفسي كده. دوت نشوف هنا، هنلاقي دوت الجرام دوت ده الجرام بوزيتيف، ودوت الجرام نيجاتيف، دوت الايه هي ديت الديفرنشال ستين. اشهر حاجه فيها هي اول حاجه فيها الايه؟ الجرام ستين. طيب عندنا ملحوظه صغيره كده مكتوبه في الكتاب بعد الديفرنشال ستين. طبعا احنا قلنا ان هو بيفرق البكتيريا يا اما الجرام نيجاتيف للجرام بوزيتيف، جيم عشان يشوفوا المجموعه البكتيريا اللي واخده جرام بوزيتيف او ايه خصائصها، يعني اللي خدت جرام بوزيتيف اللي بقت خدت اللون الازرق او الفايولت دوت. لقوا ان معظم الكوكاي هي كلها بتبقى جرام بوزيتيف. يعني ايه كوكاي؟ يعني بكتيريا شكلها شكل حبيبات مدوره، يبقى كل الكوكاي او البكتيريا اللي شبه الحبيبات بتبقى جرام بوزيتيف. نعرف في تركيبها بعد كده ليه هي واخده جرام بوزيتيف ده في النظر. طيب يبقى انت هنا عندك كل البكتيريا الكوكاي النبي يعني ملحوظه مهمه جدا بتبقى جرام بوزيتيف. هل كلها كلها؟ لا طبعا، في اكسبشنز بسيطه. ايه هي الاكسبشن؟ جروب من البكتيريا اسمه نيزيريا جروب، هنبقى نعرفها بعدين بس دلوقتي نعرف اسمها. يبقى ملحوظه عندنا ان كل الكوكاي هتبقى جرام بوزيتيف ما عدا ايه؟ ما عدا نيزيريا جروب. طيب الجرام نيجاتيف بقى لما جيوا يشوفوها ايه طبيعه البكتيريا اللي واخده اللون الاحمر؟ ايه المشترك ما بينهم؟ لقوا ان كل البكتيريا دي باسيلاي. يعني كل الايه باسيلاي ديت الاول؟ طب الباسيلاي دي هي عصيان، باسيلاي دي صغير، باسيلس اللي هي عصايه او عصايه صغيره شكلها يعني مستطيلات، لو نلاحظ شكلها مستطيل هنا وهنا مدوره، فهنا في الاحمر هنا مستطيلات او عصيان صغيره، فدي اسمها باسيلاي. لو ان كل الباسيلاي واخده الجرام نيجاتيف، طيب برضه هرجع اقول هل كل الباسيلاي كلها مفيش استثناء واخده الجرام نيجاتيف؟ لا برضه في اكسبشنز بسيطه، في زي مثلا
الكوريني بكتيريا جروب اللي هي التوبركلوزز، او لو هناخدها بعدين يعني في الباثولوجي والمايكرو. ديت لا ديت هي باسيلاي، بس ما بتاخدش جرام نيجاتيف، بتاخد بوزيتيف. في ايه تاني؟ في الانثراكس، الانثراكويدز اللي هي ديت البكتيريا بتاعت الجمله الخبيثه لو نسمع عنها، دي برضو هي عباره عن باسيلاي ولكنها جرام بوزيتيف مش نيجاتيف. طيب الكولستريديوم جروب ديت برضو، الكولستريديوم جروب دي اللي بتعمل الغرغرين لو نسمع عنها برضو، ديت بتبقى اللي بيحصل للجرح كونتامينيشن بيها، دي برضو عبارة عن باسيلاي ولكنها مش جرام نيجاتيف، دي بتبقى جرام بوزيتيف. طب اخر حاجة اللاكتوباسيلس جروب، دي برضو باسيلس مع من اسمها باسيلاي ولكنها ما بتبقاش جرام نيجاتيف، دي بتبقى جرام بوزيتيف. يبقى اهم ملاحظة خدناها في السكشن دي ولازم نركز عليها قوي عشان بيجي فيها اسئلة مهمة، ان كل الكوكاي بتبقى جرام بوزيتيف ما عدا النيزيريا جروب، وكل الباسيلاي بتبقى جرام نيجاتيف ما عدا انثراكس، انثراكويدز، الكويني بكتيريوم جروب، والكولستريديا جروب، واللاكتوباسيلس جروب. دي كده احنا خلصنا الديفرنشال ستين. باقي معانا اخر استين او اخر نوع من الستينز، هي السبيشال ستينز. من اسمها كده السبيشال ستين، هي ستين خاصه. يعني ايه؟ يعني بتبقى خاصه لاورجانيزم معين، يعني تلاقيها ماشيه مع البكتيريا كلها بلون، وتيجي عند اورجانيزم معين كده اللون بتاعها يختلف، بيبقى مختلف، هي خاصه بيه ان هي ايه معايا تختلف اللون. فانا من استخدام الصبغه دي او الستين دي انا هبدا اعرف الاورجانيزم اللي معايا دوت ايه، ان هي عند الاورجانيزم ده بالذات هتغير لونها. طيب احنا عندنا هما 5 انواع، هنبدا بيهم. اول حاجه هي زيل نيلسون ستين. الستين دي ستين خاصه بالتوبركل باسيلاي او اللي هو السول، البكتيريا بتاعه السول توبركل باسيلاي. طب بستخدمها ليه؟ انا اسمها هي سبيشال، انا بستخدمها عشان اعمل ديمونستريتنج لي او ديمونستريشن للتوبركل باسيلاي، يعني اعرف اميز ان هنا في توبركل باسيلاي. طب ازاي هبدا اميز بقى؟ انا بلاقي لما بعمل الستيننج سمير ده، هلاقي ان البكتيريا التوبركل باسيلاي هتظهر لي اكنها دي بينك رودز، يعني عصيان لونها بينك غامق، دي بينك رود. طيب الاذر اورجانيزم هيبقى شكلها برضو نفس الشكل؟ لا طبعا، لان هي خاصه بالتوبيك بس الله. فالاذر اورجانيزم هتبقى ستيند بلو، يعني هي ستين خاصه بالتوبيك بس الله، بتدي معاها لون مميز، باقي اما باقي البكتيريا فهتدي لون تاني خالص اللي هو البلو. ده اول حاجه معانا من السبيشال ستين الزيل نيلسون، ونركز في شكل اهو. ادينا عندنا هنا زيل نيلسون، العصيان الحمراء دي او النقط الحمراء دي هي دي توبيكل باسيلاي. الباك جراوند اللي عندك دي كلها بلو، هي هنا هي مش بكتيريا تانية، دي سيلز من الجسم، بس حتى لو كانت بكتيريا تانية برضه تاخد نفس اللون بلو برضه. طيب تاني حاجة من السبيشال ستين، في ستين اسمها موديفايد نيلسون ستين، هي نفس النيلسون ستين بس انا عملت لها موديفاينج. هو مش علينا عملت لها موديفاينج ازاي، هو اهم حاجه انا هستخدمها ايه في الموديفاينج نيلسون ستين زيل نيلسون ستين، انا هستخدمها في ايه؟ انا هستخدمها ان انا برضو هعمل ستيننج بريباريشن لسسبكتد تو كونتين مايو بكتيريوم ليبروسي. يعني ايه برضو؟ يعني انا هستخدمها في ان اتعرف على المايو بكتيريوم ليبروسي. المايو بكتيريوم ليبروسي هي مايو بكتيريوم يعني نفس الجروب بتاع التوبركل باسيلاي، ولكنه ايه مختلف في النوع، هو يعني الاثنين بينتموا لجروب واحد بس الاختلاف طبعا في السبيشيز بتاعتهم. فانا هعمل موديفاينج على زيل نيلسون عشان ابدا اعرف الماي بكتيريوم ليبري ايه. هو الماي بكتيريا ليبري دوت قلنا ان هو من جروب الماي بكتيريا التوبيكل باسيلاي، وبرده هو ايه هو ال ايه هو البكتيريا بتاع مرض الليبروسي او الجذام. فانا عشان برضو اعمله سبيشال او اعمله ديمونستريشن هستخدم له الموديفايد نيلسون ستين. طيب تاني حاجه او تالت حاجه بقى بعد كده، في حاجه ستين اسمها ليشمان ستين. الليشمان ستين ديت انا هستخدمها في ايه؟
من السنين دي استخدمها في حاجة كتير، استخدمها ان انا اميز الاورجانيزم في التيشو. يعني انا لو جبت سمير من تيشو مش من كالتشر، هستخدمها ليشمانستين عشان ابدا اعمل ديمونستريتنج للاورجانيزم. مش بس كده، برضو بلاقيها هي سبيشال قوي لليارسينيا بيستس، ان هي بتعمل ايه، بتبين البايبولاريتي بتاع اليارسينيا بيستس. ايه هي اليارسينيا بيستس دي؟ دي مرض البليج او الطاعون، هي دي البكتيريا اللي بتسبب للطاعون. طيب البايبولاريتي هنلاقي ان في خصائص لما ناخد اليارسينيا بيستس، في خصائصها ان هي بتبين ان يعني هي عباره عن باسيلاي برضو، فلاقي ان القطبين او الطرفين بتوعها بيشدوا ستين اكتر من الجسم بتاعها. يعني هتلاقي ان الجسم او النص ده الستين بتاعته مش قوي، بس على الطرفين باينه قوي، فدي اسمها بايبولاريتي، ان البولز او الاقطاب شاربه ستين اكتر، فهنا بتبان قوي مع الليشمانستين. فالليشمانستين بستخدمها ان انا ديمونستريت الاورجانيزم ان تيشو، وان انا اعمل ديمونستريتنج للبايبولاريتي في اليارسينيا بيستس اللي هي بتاعت الطاعون او البليك. طيب رابع استين معانا هي فونتانا ستين. بستخدمها لايه الفونتانا ستين دي؟ انا بستخدمها لمجموعة معينة من البكتيريا اسمها سبايروشيت. السبايروشيت ديت هي برضو بتبقى البكتيريا المسببة لمرض الزهري. هي يبقى طب البكتيريا دي هتبان في الستين ازاي؟ هتبان ان هي براونش بلاك في براونش يلو باك جراوند، يعني هتبان اسود او بني محروق كده داخل على الاسود، والخلفيه او الباك جراوند بتاعتها هتبقى براونش يلو او بني مصفر. يبقى هو بني مسود في بني مصفر، براونش بلاك في براونش يلو باك جراوند. دي فونتانا ستين بستخدمها لايه؟ بستخدمها للسبايروشيت اللي هي ايه، اللي هي بتاعت مرض الزهري. دي معلومه لينا. اخر حاجه معايا هي النايزر ستين. ايه النايزر ستين دي؟ بستخدمها لايه؟ بستخدمها علشان اشوف الفولتين جرانيولز بتاع الكويني بكتيريوم ديفيتيريا. بكتيريا اسمها الديفيتيريا، برضو هناخد الديفيتيريا ديت، بكتيريا مشهوره قوي بتيجي في السلوت او في الحل، هناخدها بعدين. بس هي دلوقتي عشان انا لما اجي اخد البكتيريا دي اعرف ان الستين بتاعتها اسمها نيجيريا ستين، فانا بستخدم لها النايزر ستين. عشان ايه؟ هي النايزر ستين بتصبغ الفاليوتين جرانيولز بتاعتها، او هي يعني برضو هي بتلاقي النتيجه ان هي بتدي لون مختلف مع الكوليني بكتيريوم ديفتريا، لان هي اللي فيها الفاليوتين جرانيول. الفاليوتين جرانيولز دي مش بتبقى موجوده في كل البكتيريا، فهي موجوده في الديفتريا دي. فبرضو استخدمها من اساليب ان انا هعرف اتعرف على الديفتريا بان انا استخدم نايزر ستين. يبقى انا خدت اخر حاجه معايا من التايبز بتاعت الستين، السبيشال ستين، وخدت منها خمس انواع. كانت اولهم الزيل نيلسون ستين، وقلنا ديت للتوبركل باسيلاي او الماي باكتيريوم توبركلوزيس، هما الاثنين واحد. ودي بتعمل ان هي ديب بينك رود في خلفيه بتبقى بلو. تاني نوع معانا هي الموديفايد نيلسون ستين، ودي بستخدمها علشان الماي باكتيريوم ليبري او اللي هي مسببه المرض الليبروسي. طب تالت نوع معايا اللي هي ايه؟ الليشمان ستين. والليشمان ستين لكل البكتيريا بس في التيشو، واليارسينيا بيستس عشان ابين فيها البايبولاريتي. ما انساش الحاجات دي مهمه، اهم يعني المهم. كانوا الحاجات التانيين المهمين في السكشن ده هو ال ان بي اللي كانت موجوده في الديفرنشال ستين، اللي هو كل الكوكاي بتبقى بوست وكل البصلات بتبقى نيجاتيف، والسبيشال ستين. دول بيجوا فيهم اسئله مهمه جدا. تاني حاجه قلنا، خدنا تالت حاجات. رابع حاجه هي الفونتينا ستين. قلنا الفونتينا ستين دي للسبايروشيت، وبتعمل بتبان فيها ايه؟ بتبان فيها براونش بلاك في براونش يلو باك جراوند. اخر حاجه هي النايزر ستين، ودي انا بستخدمها عشان اعمل ديمونستريتنج للفاليوتين جرانيولز بتاع الكوليني بكتيريوم ديفتيريا. كده انتهيت معاكم من السكشن، يا رب اكون افدتكم، وشكرا لكم.